تعالوا بينا كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة. وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، أما حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. تعالوا بينا نروح نتعرف على درجات الحرارة، نبتدي مع بعض بالعاصمة القاهرة اللي هتكون العظمى فيها 36 أما الصغرى 25، الإسكندرية 33-24، الإسماعيلية 37-23، الدقهلية 36-25، الغردقة 39-28، والمنيا 38-24. وبالنسبة كمان لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض هتكون العظمى 41 أما الصغرى 29، فأبو ظبي 38-32، أنقرة 35-18، لندن 27-16، واشنطن 31-21، وأخيرا بكين اللي هتكون العظمى فيها 31 أما الصغرى 23.